السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصة الثالثة من قصص اليقين حدثت في كندا في مدينة تورونتو في ابريل مايو عام 2007. انا كنت رايح هناك المرة دي عشان نعقد اول اجتماع لمجلس ادارة الاغاثة الاسلامية في تورونتو. وانا في المطار بعد ما وصلت ذهبت يعني للجوازات، فاحد الضباط هناك ما عجبوش شكلي، ما عجبوش اسمي اي حاجة، فركني على جنب كده وخد الباسبور وقعد يعمل سيرش عليا يشوف انا مين وبعمل ايه الى اخره، وقعد بقى يمكن ساعة او حاجة زي كده ويطلع كل شيء هو عايز يطلعه، وانا اقول له في ايه؟ قال لي معلش معلش معلش. في الاخر قال لي ايه؟ قال لي مش هندخلك. قلت له ايه المشكلة؟ يعني مش عارف ايه اللي حصل. وبيقول لي حصل كذا وانا قلت عنك. قلت له هذا مش انا، والناس الكلام ده كلام مغلوط. قال لي طب انا اعمل ايه؟ وفي الاخر قرر بعد ما جلوس يمكن حوالي 3 او 4 ساعات في المطار انه ياتي بالرئيس بتاعه ويستجوبني امامه ويقول لي هل هتتعاون معنا ولا هتتعاون معنا. طبعا انا عارف عدم التعاون مع الامن في المطارات اللي زي كده، هم عندهم السلطه المطلقه معناها انهم يودوك الى جوانتنامو. كانت التهمة بتاعتي ايه؟ انهم في احد الضباط في احد المؤسسات الاستخباراتية والامنية في امريكا كاتب عليا تقرير ان انا كنت في المكان الفلاني بعمل كذا وكذا 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 وكذا، وده كان كله كد، لان انا في الايام دي لا زرت هذه البلاد زي البانيا ولا عملت كذا ولا عملت كذا ولا عملت كذا. فالمهم يعني فالضابط الكندي قال لي شوف انا مصدقك لكن ده تقرير جايين لنا طلعناه من الادارة في امريكا الى اخره. قلت له طب هتحطني فين بقى؟ قال لي هحطك في السجن. قلت له سجن ليه؟ انا عملت حاجه؟ انا مجرم؟ قال لي هو كده تتعاون ولا ما تتعاونش. فالمهم يعني ربنا هداني ان نتعاون، فقلعوني شراب الجزمه علشان ما اخنقش بيه نفسي، وقلعوني كمان كنت انا عندي دبوس الاغاثه على الجاكيته، قلعوني خدوه بردك علشان ما موتش نفسي بالدبوس او اعمل نفسي اعور نفسي بالدبوس اقول لهم العون. المهم خدوني وحطوا الحديد في ايديا وركبوني عربيه، والعربيه خدتني وايديا من ورا ظهري بالحديد، وكانت طبعا مؤلمه جدا. وصلنا بقى للنقطه اللي هتدخلني السجن. في النقطه دي انا قابلت بعض الضباط اللي هم اللي من اصل افريقي، فواحد فيهم كده بص في وشي قال لي انت شكلك مش مجرم، ايه اللي جايبك هنا؟ قلت له الموضوع ان انا مسؤول جمعيه خيريه وكذا وكذا. قال لي جمعيه خيريه؟ قال لي بيخش منهم هنا بيقعد سنه. المهم قلت له بشرك الله بالخير. قال لي بس انا هعمل فيك حاجه كويسه. قلت له ايه؟ قال لي انا هخلي ايدك في الحديد بس من قدام مش من ورا عشان دراعك ايه ما يوجعكش. وقال لي اتوسل اليك لما تخش هناك في السجن اوعى يعني تتكلم مع السجانين انهم مجرمين، ولو ما عجبهمش كلامك ممكن يعمل فيك اي حاجه ويطلعوك انت غلطان. المهم لما دخلت هناك سمعت النصيحه بتاعته دي، فحبيت برضك يعني اتلطف مع احدهم ويعني ونسيت وحطيت عليه. قال لي شيل ايدك القذره يا كلب. فتذكرت الايه الكلمة اللي قالها لي الضابط الأسمر ده، ضابط الأمن الأسمر ده في المركز اللي أنا كنت موجود فيه، ودخلت الغرفة الزلزالة بيسموها الزلزانة دي. هي غرفة عادية جدا فيها سرير وفيها مبولة، والمبولة دي وفيها حنفية كده وخلاص، وفيها نور خافت بحيث يخلي السجانين أو الضباط أو العسكر بتوع الأمن يبقوا بالليل هم ماشيين في الضلمه يشوفوا انت بتعمل ايه عشان ما حدش يحاول يقتل نفسه او يموت نفسه في داخل الزنزانه ويعمل لهم ايه مشكله. انا صليت بقى مش عارف بقى الظهر على عصر على المغرب على العشاء، خدتها كده شطه واحده وطلبت من ربنا حاجه واحده، وكان اليقين بردك هو اللي بيسخني، كان اليقين بردك هو اللي بيسخني. ايه وانا طلبت منه يا الله يا الله خليني انام. لا طلبت منه انه يخرجني وطلبت من اي حاجه ثانيه، انا بس عايز انام عشان اعصابي ترتاح. فنمت بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان من المقرر ان احنا بعد اسبوع ان احنا طالعين رحله لليبيا ومالي والنيجر وتشاد مع حوالي 15 او 16 شاب وشابه من الاغاثه الاسلاميه، وكان عندي يقين جدا يقين غير عادي ان انا هخرج. ثاني يوم الصبحيه بدات التليفونات تضرب للمحامي بتاعنا في تورنتو يكلم السجن عشان ايه اخرج. وطبعا السجان كل شويه يجي لي ويقول لي تعالى التليفون، اقوم اروح على التليفون الاقي التليفون ما فيش ايه اتقطع. ليه؟ لان لابد ان انا اللي ادفع ثمن المكالمه بتاعت ثمن استقبال المكالمه مرتين ثلاثه. فالسجانين انزعجوا جدا قالوا انت مين انت؟
انت مين انت؟ يعني ابن ام مين انت اللي انت التليفون ده مرنش بقاله سنة او سنتين وانت جيت هنا وفي خلال ساعة او ساعتين التليفون رن ثلاث مرات واحنا نروح لك ونجي لك والتليفون مت. المهم على العموم يعني بعد الساعة 2 ظهرا المحامي جي اخدني من السجن واخدني على المطار عشان يبتدي التحيات. وانا في المطار حصل بقى الجدال ما بين الضابط اللي هو كان معايا امس وبين مين المحامي بتاعنا. فالضابط بيقول لي خلاص نمشيك وتقولنا تقالينك ما تجيش تاني او كذا. فالمحامي قال لا انت تخش وخليهم يطردوك ما تمشي. طبعا قعد النقاش بيني وبينه والمحامي لمدة ساعة او اكتر من ساعة. في الاخر الضابط اللي هو الامن في المطار قال لي شوف انا واثق فيك واثق ان التقرير ده مش غلط فخش كندا وتمتع بالايام اللي انت عاود فيها في كندا. دي كان بالنسبة لي يعتبر فتح. ليه؟ لان كان اليقين موجود، موجود وانا في السجن، موجود وانا بصلي، موجود وانا منتظر، موجود وانا بنتكلم من المحامي، الى ان صدر القرار الالهي بادخالي الى كندا. كان اول اجتماع لنا مجلس دائره الاغاثه الاسلاميه كان في المساء على مائده الطعام في احد المطاعم هناك. طبعا الامناء لاول مره تخيلوا بقى مجلس اداره يجتمع على طاولة طعام في مطعم. تاني يوم ربنا أكرمني ورحت زرت الملحق السفارة البريطانية، مش السفارة هي بيسموها المفوضية البريطانية في تورنتو. وكانوا زعلانين جدا 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 من هذا الأمر. قالوا ما كانش من حقهم انهم يحطوك في السجن، لكن كان من حقهم انهم يركنوك ويحطوك على ايه في غرفة من غرف المطار لغاية ما يجي هو الورديه بتاعته في اليوم الثاني. يعني كان قال لي من جزء من يقين بقى ان هذا الرجل كان رجل محترم جدا في السفاره، وقال لي لو انت عايز ان انا تقدم شكوى ابعت لنا طلب رسمي نقدم شكوى فيه. فلما بعت لهم الطلب الرسمي جابوا لي الملف كله. طلع ان اليوم اللي كانوا مكتوبينه عليا ان انا بعمل فيه كذا وكذا وكذا في البانيا وفي مصر وكذا وكذا، طلع في اليوم ده بالذات انا كنت في السفاره الامريكيه في لندن عندي لقاء مع القنصل العام. طبعا كان كله كذب في كذب، واحد قاعد ورا كمبيوتر وقاعد بيكتب اي حاجه، طلع له علي محمود، طلع حسنيه، طلع خليه يكتب عنها حاجه عشان يملا ايه الملفات. جزء من اليقين ارضك في ايضا في هذه الزياره ان انا طلب مني ان انا اخطب خطبه الجمعه في مسجد تورنتو في وسط المدينه. فالحمد لله يعني خطبت الجمعه الثانيه، وكان في واحد افريقي قاعد طويل قوي 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 مش عارف يعني، وطلع في الاخر اللي هو اللاعب المشهور لاعب السله المشهور اللي اسمه حكيم. فكانت كل خطبتي عن سيدنا بلال وفضل سيدنا بلال واعمال سيدنا بلال الى اخره. شوف مرحله اليقين احنا اتكلمنا عنها دي في السبع ثمان دقائق الفائته هي اللي بتخلي ربنا يمشي بك داخل هذه السلسله من الاحداث وانت امن وانت امنه. فتيقنوا أن اليقين والتيقن على الله هو المنجاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.